في أعماق المحيط الأطلسي، حيث تتقاطع مياهه المتلاطمة مع أحلام البشر، تدور قصة سفينة الأماني، رحلة فاخرة عابرة للمحيطات، تحمل في ثناياها أمل الآلاف ومصير العديد من الأرواح. من بين الركاب الذين شقوا طريقهم عبر الأمواج الهائجة، يتقاطع مصير الشابة الجميلة لمى والشاب الوسيم يوسف في لحظة قد تغير مسار حياتهما إلى الأبد. هيا بنا نغوص في أعماق هذه القصة المثيرة، حيث يتقاطع الحب والصراع والأمل في عرض البحر المتلاطم. في بداية القرن العشرين، تجاوزت أمواج المحيط الأطلسي سفينة فاخرة تدعى سفينة الأماني، وكانت تحمل في ثناياها أمنيات وأحلام الآلاف من الركاب الذين شقوا طريقهم نحو لندن من ميناء نيويورك. وكانت بين هؤلاء الركاب لمى، ابنة عائلة ثرية من العالم العربي التي كانت تتوجه إلى لندن لاستكمال دراستها الجامعية، ويوسف شاب يسعى لتحقيق حلمه بالعمل في صناعة السينما العالمية. كانت الرحلة محملة بالأمل والتفاؤل، وكان الركاب يتطلعون لمستقبل مليء بالفرص والإمكانيات. وفيما كانت سفينة الأماني تبحر في عرض البحر، اندلعت قصة حب بين لمى ويوسف، حيث وجدا في بعضهما البعض السعادة والإلهام لتحقيق أحلامهما. ومع اقتراب السفينة من ميناء لندن، أصبحت الأمور أكثر تعقيداً، حيث بدأت العواصف البحرية تعصف بالسفينة، وكانت الرياح العاتية تهبط بقوة. وفي ليلة عاصفة اصطدمت السفينة بجبل جليدي، مما أدى إلى تحطمها وغرقها ببطء في البحر البارد. لكن بين الأمواج والضباب نشأت قصة البقاء والصمود للبحث عن الأمان والنجاة. وسط الفوضى والخوف تعاون الركاب معا لمواجهة التحديات، وكان يوسف ولما من بين القلائل الذين نجوا من الكارثة. وهكذا بدأت رحلة جديدة ليوسف ولما، حيث وجدا أنفسهما محاصرين في قارب نجاة صغير، يبحثان عن الأمل والإرادة للبقاء على قيد الحياة في وجه كل الصعاب. وخلال هذه الرحلة تجاوزا الاختبارات والتحديات، وتعلما أن الحب والإيمان يمكن أن يكونا قوة قادرة على تحقيق المعجزات. وفي النهاية، بعد أن تجاوزا كل التحديات، وجدا أخيراً الأمان على شاطئ جزيرة نائية، حيث بدأوا رحلة جديدة معاً يملأها الأمل والحب والتفاؤل لمستقبل مشرق ينتظرهما.